بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا يشمل كافة ربوع الوطن، خاصة وأن هذه المناسبة الدينية لهذا العام تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث يرتكز هذا المخطط على التواجد الميداني لوحدات أمن الطرقات من أجل ضمان أمن وسكينة المواطنين، خاصة أن شبكة الطرقات ستعرف حركة مرور كبيرة، وبالتالي وحدات أمن الطرقات ستكون حاضرة في الميدان من أجل تسهيل حركة المرور، توعية وتحسيس مستعملي الطريق تجنبا لوقوع حوادث المرور. كما ستكون وحدات الدرك الوطني متواجدة عبر فضاءات الراحة وفضاءات تواجد العائلات من أجل توفير السكينة والطمأنينة ومن أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم خلال هذه المناسبة. تقوم الدوريات وكذا نقاط المراقبة المتواجدة عبر شبكة الطرقات الواقعة ضمن اختصاص الدرك الوطني بعمليات مراقبة دورية لمختلف المركبات. تجدر الإشارة إلى أن وحدات الدرك الوطني عالجت 97 قضية وتوقيف 102 شخص وحجز ما يزيد عن 1,700,000 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية. قيادة الدرك الوطني توجه نداء لكافة المواطنين من أجل تجنب الألعاب النارية وما ينجر عنها من مخاطر وحوادث قد تمس بالصحة والسكينة العموميين.